انا هنا في السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر، هيبتدي عملية السيت اب من جوه الكون. انا عملت باونت الايزو بتاعت الكونفيجريشن مانجر، هبتدي عملية السيت اب. الاكونت اللي هيعمل السيت اب للكونفيجريشن مانجر هو اللي هيبقى الاكونت الادمن على السيرفر. فشوف انت عاوز مين الاكونت اللي يبقى ادمن على السيرفر، ابتدي بيه عملية السيت اب. هقول له انستول، زي ما انتم شايفين انا الفيرجن اللي بعملها سيت اب 1606. هنستول كونفيجريشن مانجر برايمري سايت. الكونفيجريشن مانجر في برايمري سايت، في سنترال ادمنستريشن سايت، وفي السكندري سايت. السكندري سايت بتنزلش من اليوزر ديت، لا بتنزل من جوه البرايمري سايت. السنترال ادمنستريشن سايت ديت بتكون سايت اهيد سنترالايزد، تحتها كذا برايمري سايت. ديت بتكون مش هقدر امانج منها كلاينتس، بس ديت بتكون بالكوليكت داتا من مجموعه البرايمري سايتس، بحيث ان هي تفيدني في الريبورتنج، تفيدني في الكونفيجريشن بتاع الدبليو صوص، اللي هي حاجه فعلا هستفاد منها، اللي هي تكون الادمنستريشن بتاعها سنترلايزد، مش هعمل ادمنستريشن على كذا سايت. البرايمري سايت ديت اللي هي السايت ذات نفسها اللي انت بتشتغل عليها، اللي انت بتمانج منها الكلاينتس كلهم. لو انت اخترت الانستليشن برايمري سايت من الاول ما كانش تحت سنترلايزد ادمنستريشن، مش هينفع تحولها. فانت يا اما لازم تكون احدد قرارك من دلوقتي، انت عاوز تشتغل سنترال ادمنستريشن سايت ولا برايمري سايت. سنترال ادمنستريشن سايت زي ما قلنا بتبقى في سايت سنترلايزد تحتها كذا برايمري سايت، ممكن تكون برايمري سايت واحده بس. ديت بنحتاجها غالبا في حتة السكيلينج، يعني لو انت عندك مثلا فوق ال 300,000 فوق ال client، فانت كده محتاج تقسم الكلام ده على كذا سايت. ال sites ال primary وال administration الكلام ده ليها limitations، الصراحة انا مش فاكرهم دلوقتي، احنا ممكن نجيبهم من الانترنت. ايه ال limitation بتاع كل سايت، بحيث ان احنا لو انت عندك عدد user اكتر من ده هتضطر تخش على ال central administration site. لو انت عندك لايسنس هتحطها، لو انت عندك سوفت وير اشورنس علشان تشتغل بالكرنت برانش لازم هتاكسبت اللايسنس ده. هنا بقى البري ريكويزيتس بتاعتك، يا اما تقول له داونلود وهيداونلود لك في فايل معين، يا اما تقول له يوز برايفتلي يوز فايلز اللي انت عملت لهم داونلود قبل كده. لو انت كنت عاوز تعمل انت داونلود قبل كده، فانا الستيبس دي عملتها اهيت. انت بتيجي هنا على الكوماند لاين، بتقول له براوز للباص اللي عليه ال كونفيجريشن مانجر انستليشن ميديا، بعد كده اسم السيت اب بن اكس 64، بعد كده سيت اب دي ال سيت اب داونلود دوت اكس اي. هتقول له انا عاوز احطهم في الفولدر اللي اسمه دي اس اس ام ابديتس، الفولدر يكون اي اسم مش هيفرق. هو هيبتدي يعمل لك الوزر ديت اللي هيبتدي ينزل من خلالها الفايلز. الفايلز ديت لما هتنزل هتلاقيها هنا في الدي مثلا اهيت، اسم اس اس ام اس ابديتس، تمام. هتاخد الفولدر ده هتحطه على السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر، وبعد كده هتشاور الكونفيجريشن مانجر عليه، هتقول له سي اس سي ام ابديت، وبعد كده هتقول له نيكست. فخلينا نوقف السيت اب لغاية ما خلص الداونلود. هنا الابديتس خلاص نزلت، فبيجي في الوزارة التاني بتاعت السيت اب، اديت له الباص بتاع الريكوست فايلز لو عاوزها، اقول نيكست. هيتشيك اللي هي فعلا الفايلز الصح ولا الفايلز المطلوبة ولا في فايلز ناقصة. تمام، ونقول يلا. طب كان في حاجة نسيت بس أقولها لكم في الفيديو اللي فات.
حتة ال extend schema، لو انت كان عندك configuration manager 2007 already في ال environment، فانت مش محتاج تعمل extend schema تاني. مفيش فرق بين ال schema بتاعت 2012 او 2016 او 2007، هي مرة واحدة بس، extend واحدة كفاية. هقوله next. هو هنا بيسألني على language اللي هشتغل بيها. سايت كود ده بيكون حاجة من 3 حروف، لازم تكون يونيك، 3 letters and numbers. سايت كود بيعبر عن اسم السايت. مثلا يعني انا الدومين بتاعي اسمه لاب، فممكن اقول سايت كود بتاعي لاب، وبعد كده في السايت نيم هقول مثلا ده اللاب، ده على اساس اسم الشركة، يعني لاب هيد كوارتر مثلا. او مثلا لو انت في شركة اي بي سي، فهيبقى هنا اي بي سي، بعد كده هنا اي بي سي اسم السايت بقى اي بي سي هيد كوارتر. ممكن تعمل سايت تاني اي بي سي مش عارف برانش، as you like. ده مجرد كود بيعبر عن السايت، وده بيكون السايت نيم ذات نفسه. عاوز تنزل الكونسول مع السيت اب، اوكي، والباص بتاع السيت اب. هنا هتدخل الاوبشن بتاع انت عاوز ستاند الون سايت، ولا هتحطها جوه كاس سيرفر اللي هي سنترالايزد ادمنستريشن. بيقول لك هنا مش هتقدر تحول ما بينهم، بقول له اوكي. فين السيرفر بتاع السيكوال بتاعك، اسم الداتا بيز اللي هيتكريت، اقول نيكست. معظم الخطوات هيبقى نيكست. الكوميونيكيشن بتاعتك هتبقى اتش تي بي اس ولا لا، هشتغل هحدد انا الرولز عاوز اشتغل اتش تي بي اس ولا لا. احنا كالسهولة هنستخدم اتش تي بي. نيكست. هنا لو انت عاوز تكونكت بالانترنت ولا لا، الميزة الوحيدة او ميزة اللي انت تكونكت على الانترنت من اول هي الـ Configuration Manager Current Branch، اللي انت بقيت تقدر تعمل update من جوه الكونسول او من جوه السيرفر ذات نفسه، مش محتاج تنزل الابديت كباتش وتعمل له سيت اب. فلو انت عاوز توصل للحكايه دي، هتبقى انت محتاج تكونكت على الانترنت عشان تريجستر السيرفر بتاعك على مايكروسوفت، اللي هي الرول ديت اسمها سيرفيس كونكشن بوينت. ديت الخطوات اللي احنا هنعملها سيت اب. اوكي، هيتشيك البريكوز بتاعتك تمام، حصل اكستند السكيما، حصل عملت الكونتينر وعليها عليها البرميشن صح، عملت الميموري الوكيشن فعلا، هتلاقي المفروض عملتها له. هو هنا بيقول لك يا ريت تعملها، واللي هو المينيموم بيكون 8 جيجا والكلام ده. مفيش ورنينج ثانية طالعة، فهيقول له اقدر اقول له بجين انستليشن دلوقتي. هياخد له حوالي من 3 لنص ساعة سيت اب. نوقف ونرجع لكم ان شاء الله لما السيت اب يخلص. السيت اب خلص معانا اهوت، قعد 50 دقيقة. معلش هو في العادي في الانفيرومنت الحقيقية هياخد له 20 دقيقة تقريبا. هي الفكرة عشان انا كنت عامل انفيرومنت فعلا له ليميتد بروسيسور وليميتد رام، فعشان كده اخد 50 دقيقة. مجرد هقول له كلوز، هقدر دلوقتي اروح على ستارت منيو. هتلاقي عندي مايكروسوفت سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر كونسول، هقدر حتى اقول له بنتو تاسك بار. واقدر استارت الكونسول بتاعي هنا. بالشكل ده يبقى احنا خلاص خلصنا السيت اب بتاع الكونفيجريشن مانجر سيرفر. من الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نتكلم ازاي، او نبتدي نتكلم عن الخطوات بتاعه البوست انستليشن ستيبس البيزك، اللي تعتبر بيزكس كونفيجريشن اللي احنا هنعملها بحيث السيرفر نقدر نعمله مانج، نقدر نعمل ديبلوي الايجنت بتاعه على الكلاينتس. هستناكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.